بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة مكتك العرب، أهلا بيكو. قابلتني مشكلة، كنت عايز أودع رصيد في بطاقات ديكسي باي، عايز أحط فلوس في رصيد ديكسي باي بتاعي. تمام يا شباب، أول ما بتخش على الحساب بتاعك، وفي عندك هنا حاجة اسمها إيداع رصيد. إيداع رصيد، تمام. بيقول لك هنا تفعيل البطاقة المدفوعة مسبقا. فأنا هجيب هنا آدي الرقم بتاع البطاقة ده، بدي بطاقة ب 30 دولار. دي بطاقة ب 30 دولار يا شباب، انا هشحنها اهو علشان الناس اللي عايزة تشحن البطاقات. قلت اشرحها بالمرة طالما انا ايه بشحن، وهقول له هنا قيمة البطاقة 30 دولار، وهقول له تفعيل البطاقة يا شباب، وهقول له تأكيد تم تفعيل البطاقة المدفوعة مسبقا. لو احنا بصينا الرصيد حسابي دلوقتي كان 43، لما نزود 30، لما هنزود كده 30 كده، رصيد حسابي بقى أصبح 73 دولار. أصبح يا شباب رصيد الحساب بتاعي 73. جبت 30 في 30، دول كانوا بطاقتين وكان معايا 13 دولار. طيب أنا عايز أحول الرصيد اللي أنا جبته ده، يبقى إحنا عرفنا منين؟ بنعمل إيداع رصيد، وإحنا بنشتري البطاقة دي من على النت، أو لو حد عايز ممكن يبقى يكلمني عليها وأنا أجيبها له. تمام. طيب عايز بقى احول ال 73 دولار دول لرصيدي. انا هفتح دلوقتي الكارت بتاعي ونشوف رصيده كام. طبعا يا شباب بخش من اللي هو الكارت دوت ديكسي باي دوت كوم، تمام، ونشوف البطاقة فيها كام. لو رحت على البالانس هو ساعات بيبقى تقيل شوية كده يا شباب، فهنشوف البالانس كده، رصيد بطاقتي كام، علشان بعد ما ضفنا الرصيد بتاعنا ده هنحول الحساب لبطاقة ديكسي باي. بصوا شباب 0.50 سنت. طيب هروح على سحب الاموال، هروح يا شباب على سحب الاموال بتاعتك العاديه دي خالص، وهروح على اضافه رصيد لبطاقه ديكسي باي فيزا. الناس اللي مش عارفه ازاي تقلبه باللغه العربيه دي، يجيبوا ايه، يجيبوا هنا اللغات اهي، تقدر تغير اللغه زي ما انت عايز. ده دي البطاقه بتاعتي، هتضيف كام؟ هقول له 73، انا معايا كام، 73 دولار دوت 66. تمام، هقول له التالي، دخل المفتاح الامني الرئيسي ده اللي انت انشأته في الفيديو الاولاني اللي انا قلت لكم عليه، لما بنعمل مفتاح امني رئيسي هندخله حالا. تمام كده دخلناه شباب اهو، هقول له تأكيد سبب عدم كفاية الرصيد. طيب ثواني نحول الرصيد. تمام يا شباب، تم اضافة الرصيد بنجاح. تمام، نعمل ريفرش كده، ريفرش عندي، هلاقي الرصيد انا حولت 50 وسبت 23. هحولهم في حركة تانية، انا كان المفروض انتظر مدة دقايق كده لما الرصيد بس ايه يسمع فيها، لكن انت تقدر تحول الرصيد كله. يبقى انا وريتك الطريقة ازاي، هي عبارة عن بطاقات شحن، بطاقات ديكسي باي، عبارة عن اهو. خلاص كده شباب الرصيد بقى اصبح معايا ايه 50 دولار. جميل. هسحب كمان ال 23 او ال 22 دولار اللي انا سايبهم اضافة رصيد لبطاقة ديكسي باي فيزا. خلاص كده شباب، انا المهم ان انا كنت عايز افهمك ان تحويل الرصيد بيبقى عبارة عن بطاقة زي شحن موبينيل او فودافون، زي عندنا كده كارت شحن، في رقمين بتاخدهم، رقم في البداية ورقم في التاني، بتشحن الرصيد من جوه الاكونت بتاعك وبعد كده بتحوله على البطاقة. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم في الموضوع ده. شكرا ليكم والسلام عليكم. هتلاقوا الموضوع بالكامل ازاي بتجيب بطاقة ديكسي باي على مدونة مكتك العرب.